المفروض على الحكومه المحليه ان تبلغ بان درجات الحراره ما تساعد المواطن ان يطلع برا، وتوفر لنا ماء وتوفر لنا كهرباء. نحن ما قاعدين بالبيوت، ابو نسرق وشعوطنا نحن واطفالنا، وعندك هاي الشوارع تقلبها من خزرة. هاي تاثر عليكم هاي درجه الحراره؟ ايش ما تاثر؟ اذا البح انا رحت على المستشفى وديت ابني سيران ما اخش. هاي واحده، اثنين المستشفى العام، مستشفى الجمهوري، مستشفى الطوارئ، حاجه بلوك عندنا، رمل عندنا، حصو عندنا، يعني لسه اذا عماره واحد تاجر، التاجر قصبت هاي العماره مرته بسرش خارب، شارع غازي سوى لك سبع طوابق. الحراره 48 درجه، 50 درجه تصل حراره عندنا، لاكو كهرباء، لاكو مي، الشوارع كلها ترابات من ورا التبليط، احنا سماري لا يبلطونا، بس خلي بس يعدلون نوى يعدلون الشوارع. لا لا متقطع، لا متقطع. بالنسبه للمدارس، بالنسبه للمدارس هسه عندنا مدرسه بابل مبرده واحده ما بيها، يجي 20 صف طلاب يختنقون حتى ما تقون يدرسون، كلهم رسوب بالسادس، بالسادس كلهم يدرسون مجاني. المنظمات الخيريه يدرسون الطلاب مجاني، خلف الله عليهم، دورات مجانيه خلف الله عليهم، ايه بدون مبردات، حتى بانكات ماكو بالصف. هاي المدرسه يعني مدرسه بابل كله من كل من كل المناطق يجون يدرسون بها، الصف 40 50 واحد بيه. حراره 49. وهسه نحن نريد من الحكومه انه بس الكهرب توفر لنا الكهرب، يظل الصبح، والماي متوفر الحمد لله، الماي هسه متوفر، بس الكهرب غير توفروا ازيد. وهاي نريد تبليط الشوارع. الماي مالك موجود. المرقى بس نريد الشوارع اللي تبلطنا اياها. الاطفال تاثر شلون؟ الحراره تاثر على الاطفال. وهسه تناسنا احنا وديهم على المستشفيات. هي بس نحن اشون هذه درجه الحراره موت 49، اليوم 49 وغدا راح تصير 50. هي اشون الدوله لازم تسوي استماعات تحط لنا كهرب، توصي كهرب والماي توفر النوى. هاي نريد بدون انقطاع، بدون انقطاع عننا. اليوم درجه الحراره حسب يعني اللي ما نسمعه انه 48 الى 50%، فهذا اذا يدل انه الانسان يعني ما يمكن ما هو يتحمل او ما يتحمل. فيجب على دور الدوله ان تقدم مثلا، نقول مثلا تهيئ الكهرباء بدون انقطاع، الماء او ارشادات الناس بعدم الخروج من منازلها. هذا ما نسمعه عن دول العالم اللي الان تعايشوا البلد اليوم يتعايش يعني حول اجواء الدول المجاوره له. يعني لو كان في اي دوله من الدول هذول اللي هسه الان يجون يدخلون الى الازقه مالنا ويصوروها ويشوفون ايش ما وقع، خلوا يودوها يشوفوها العالم، يقول اكو بلد بالعراق في مدينه الموصل انه الان هذه حالته يعيشها، حاله رديئه وما حد يقبل يقدم ايده للمواطن. ما للمواطن اخي، هذا الله سبحانه وتعالى يقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. انت تحييها هاي الارض، انت عليش تطلب من عندي؟ انت مسؤول، انت اطلب من عندي، انا مواطن ما امتلك دنطيك، انت تقدم لي، انا ما اقدم لك.